ثلاث نقط تخسرهم قدام الداخلي يعني مش ده اسلوب فرقه. نروح يعني لامبي بقى، ماتش الاهلي مع امبي شايفه ازاي؟ النهارده الماتش ابتدى، البدايه كانت من الاهلي، كان انفراد لمحمد شريف. توقع ان الاهلي خلاص هيسيطر، زي ما الاهلي لما بيبقى عايز يخلص الماتشات بيبتدي بضغط من اول الشوط الاولاني. ولكن تحولت بقى الدفة في الشوط الاولاني لامبي، كان افضل بكتير من الاهلي، اضاع كذا كوره. الشوط الثاني بقى اتغير شكل الاهلي تمام، يعني الاهلي تسيد الشوط الثاني، اضاع اهداف كتيره قوي. اللي عجبني بقى كابتن مدحت كمان ان الهدفين لو شفناهم هتلاقيهم من العمق. صح. هو كابتن كولر طلعت يوسف، طلعت يوسف قفل لكولر الاطراف. ايوه حتى تلاقي كان علي معلول وناحيه محمد هاني كان على طول مقفول عليهم، عشان عارف خطر. فابتدى الجونين لو بصينا كره بينيه من عمرو الصوليه طبعا عملها حلو قوي. واللي عجبني كمان كابتن مدحت كابتن محمد فكره ان اللعيب اللي ما يتسرعش قدام الجون، اللي هو عايز يلعبها وخلاص. أيوة تخبط تيجي، لا زي بتاعه محمد شريف. ايوه تسرع وعمل كده، لا اسهل حاجه والجون وانت رايح للجون الجون لازم هيترمي، فانت لو اخدت الكرة على واسع يبقى سهل قوي ان انت تحط الجون. دي حتتك انت دي بقى، عشان كده طول عمري بسرع بالمهاجم، عشان كده. ايوه ان انت في وقت ممكن ترقص الجون على واسع وتحط، ويبقى اسهل ان انت الجون يبقى فاضي. صحيح. الجون الثاني طبعا ديانج جون عالمي، ان هو يبقى عنده رؤيه والتمريره والقرار. لا طبعا تمريره عمرو الصوليه كانت هايله قوي، بس الجون الثاني بقى يعني كان ابداع من اليو ديانج. ان هو ياخد قرار، بص يعني بص يا كابتن مدحت عمل ايه. عنده رؤيه كويسه قوي، عنده ان هو اخد قرار ان هو هيروح لوحده. شجاعه، دقه، يعني الراجل عمل كل حاجه في الكوره دي. انا بعتبر اليو ديانج لما بيبقى فايق طبعا بيبقى مستواه وبعدين بعيد عن بعيدش عن قدمه. بص يا كابتن مدحت تحت اللقطه دي، بص اللقطه دي حاجه من الاثنين، يا دي حاجه اتقالت لديانج ان انت لما تلاقي الناس ضغط عليك وانت كره مقطوعه فخدها وروح بين الناس. بص الفينش كمان ازاي، هو كولر قال كده في المؤتمر. قال انا قلت ده لديانج خش في العمق. بالظبط كده، بالظبط كده. لان على فكره المدافعين ما بتبقاش عامله حساب الكور اللي بتيجي من ورا، وخصوصا لما الهجمه بتترد والديفنس بيطلع. مش متخيل ان اللعيب الديفندر هيلعب على الجنب يا تامر، عايز يخش، يعني صعب قوي ان يخش في وسطهم ويروح. دي بتبقى صعب، بتبقى يعني في غفله من المدافعين يعني. بالظبط، هو الاهلي يستحق الفوز طبعا. طيب يعني خلينا نقول انه المكسبين بتوع كولر رفعوا الضغوط شويه عن الجهاز الفني بعد ما تعرضوا لانتقادات كتير، وادي كره القدم هدت الناس شويه، هدت الناس شويه، الناس شويه، الناس اللي كانت بتتكلم، لان احنا برضو مفعليين. ماتش تعادل في ماتش تعادل نبتدي نقول لا ما ينفعش وما عملش حاجه. بالظبط، الاسبوع كان الزمالك هو اللي ماشي كويس ومتصدر والاهلي عنده مشاكل. ماتشين احنا عندنا ماتش واحد بيغير المود كله، المود كله. والمكسب بيجيب ثقه يا كابتن، ما فيش كلام، المكسب بيجيب ثقه والمكسب بيجيب مكسب. بالظبط.